سلام. قديش طالعة هالكلمة حلوة من تمك؟ بعد ما تخرب الدنيا طبعاً، وبعدها بكل بساطة بتقولي سلام. والله برافو ميليسا. شو عم بتقولي؟ اللي عم قوله، ضل حدا بالعالم ما شاف صورتك مع حبيبي عني؟ المهم شو منقول للبنت يلي مثلها؟ اي تذكرت، الشيطان بوش ملك. حاج بكفي، كم مرة بدي عدلك نفس الكلام؟ ما في شي بيني وبين حبيبك بنوب. سمعتيني شو قلت؟ أو ما فهمتي اللي قلته؟ لا فهمته، أنا أكيد بفهم، بس عم فكر وعم بتعمق بالتفكير. عم فكر إذا بصدقك. لا على كيفك، بس ديري بالك تروحي مرة تانية تحكي مع أمي. أنا بعتذر منك، خلاص ما بقى أروح أحكي مع ماميتك. قبلي اعتذاري واعتبريها آخر مرة حبيبتي لو سمحتي. شو هالحركات هي؟ شو أنت مريضة؟ إيه؟ تعرفي شو هو مرضي؟ مرضي هون، فديري بالك. حاج بقى مليت منكم، كم مرة بدي أخبركم وعيد بنفس السيرة؟ ما عندي وقت للتسلاية والحكي الفاضي تبعكم، واشغل حالي بمشاكلكم التافهة هي. حلوا عني، شو بدكم؟ شو بكم؟ اتركوني اتركوني، شيلوا ايدكم عني. ليش ماسكيني؟ بعدوا عني، عم قلكم اتركوني. خلص بنات لا تتركوها لأنها بتضرب وبتعض. عطيني موبايلي، قولي لي شو بدك فيه. بدي صور فيديو صغير. شو كلمة السر؟ فيديو شو هاد يلي بدك تصوريه بموبايلي؟ فهميني، تركي ايدي بقى. ميليسا، فيديو شو بدك تصوري؟ اكيم رح ازعل منك. ها الرفقات بيوثقوا ببعض، ولا حابة تكوني عدوتي؟ اصلا ما حدا بيتمنى يصير عدوك. شفتي بنت ذكية. شو بدك مني؟ اعطيني اعطيني موبايل. نزلتي صورة ورح نزل فيديو. ايه كلمة السر؟ مستحيل اعطيك اياها، مستحيل هاد الشيء. ألف وثلاثمية وخمسة. الرقم إله معنى؟ ولا قلك ما بيهمني أبداً هالشي. مرحبا، كيفكن يا شباب؟ كأنك مضيع طريقك هون، بس الرجال بتغير تيابه، عم تفهم؟ عن جد؟ طيب الظاهر خربطت بالمكان، يلا بغير تيابي وبطلع، ما تأخذونا يا لا شباب. لا طول بالك، وين رايح؟ نحن منساعدك لتشلح تيابك، مو هيك شباب؟ ايه مزبوط، تعال شبكون يا شباب. هون تعال، مش معنا ولا صوت، ولا لك ولا صوت، استنوا فيني هيك يا شباب، عم تتركوني هذا مو تيابك عم تمسكت. ولا يلا اتركوني، ليش فيني فيني اتركوني بقى. طيب شو بدك تشوفي؟ فرجيك. ريحي لي جمالك، اتركيني. طيب شو عم بتقلبي بتليفوني؟ هذا بخصني، ما بصير تعملي هيك، عيب عليكي. نبيها كمان، امتى مسحتيه؟ شو هو يلي مسحته؟ انتي مانك طبيعية، لك وحدة مريضة وبدك مشفى امراض عقلية. ما تستعجلي حياتي، وانتي رح تصيري هيك، اصبري شوي. يلا بلشوا. بشو بدهم يبلشوا؟ يلا احكي ميليسا. مو لازمك معجبين؟ نحن رح نجيب لك ياهن. شو بدكم؟ اتركوني، شو بدكم مني؟ انتو كلكم مجانين، اتركوني بقى. لوين رايحة؟ قلي لهم يتركوني ميليسا، قلي لهم يتركوني ميليسا. خلصوني كل تيابه، يلا اهدى. يلا شو ناطرين لهلا؟ وقف على هون، جيبوه. وين مفكر بدك تروح؟ أوشوف أوشوف لجوا. تركوني تعال لهون، تركوني لجوا. يا أساتذة امشوا، يا أمير لك حدا يخلص، حدا لا يساعدك. تركوني عم يطلع، تعال تركوني تعال. لك شو عملت لكم الحرق؟ يلا فيني هيك بوتولا، عيب عليكم يا شباب، ما بصير هيك. بدك تعذبنا؟ خلصوني يلا،
استعجلوا. يا ولد والله طلعت مانك سهل. شو لتكون بتشتغل بالبناء بعد دوام المدرسة؟ بس كل هاد ما رح يفيدك هلأ. قلي انت شو مشكلتك معي؟ قلولي شو مشكلتكم معي؟ انا شو عملتلكم؟ ما في مشكلة بنوب. القصة انك طالب جديد عنا، بدنا ندربك على ايدنا ونعلمك العادات والتقاليد لتعرف وين حدودك بالضبط. تركيني تركيني، لا تصوري انت. والله بعتذر منك يا قلبي. اعتبري عم تصورك لتكون ذكرى، منشان كل ما شفتي الفيديو تتذكرينا. اتركوني بقى، خلاص بكفي اتركوني. شو انتو خلاص جنيتوا يعني؟ حبيبتي الحق عليكي انتي، ما حدا بيزعج ميليسا، شلحوها بقى تيابا. لا بقى تصوري، لا تصوري، شان الله. اسمع اهدي، لا حدا يقرب مني احسن ما جنوا اضربكم بالعصاية، عم تفهموا؟ لا تقرب. تعال هون. ولا مفكر رح تضربنا كلنا؟ يلا ضوشني، خدوا منه العصاية بقى. تعال لك. لا تقاوم وإلا ما رح تنجح بالامتحان، عم تفهم؟ امتحان شو؟ لك امتحان شو؟ لك انت واحد مجنون؟ عم تقلي مجنون؟ ايه مجنون، ورح ورشك الجنان على الأرض. لا تصوري، بترشحكي بكفي. أنسى شو بدك تروحي على المسبح؟ ايه الإدارة سكرته لأنه حطوا مواد تعقيم بالمي ومنعونا ننزل. بس ما حدا خبرني بهذا الحكي. معقول الإدارة تعمل هيك بهالوقت؟ يلا ما في مشكلة، شكرا. ماشي، أهلين أنسى. شحوها تو، لا تخلوا يهرب. تعال هون ودعوه. فكر حالك رح تنفض بنا؟ فكرنا عم نتسلى ما؟ فكر الشغلة لعبة. بدك تهرب مو هيك؟ شو فكرنا عم نتسلى؟ شو لا؟ ومو عفع حالك لشوف. يلا بعدو عني، بعدو. تعال هون. موني وين مفحل حالك رايح؟ بعدو. وقف لشوف، وقف ولا خلصت من الحصان. يلا وقف، قلت لك ما حدا رح يساعدك ابدا. يلا قوم ساعدني، ما عنا الا يلا. خلصني منهم اذا بتصير. يلا يلا مسكوه. لك اخ، خلوا يوقفوا بس بهون، وقفوا. يلا شوف، خلص يا شباب، خليك ساكت وما تسمعي صوتك. يلا لك شو بدكم مني؟ ليش هيك عم تعملوا فيني؟ شو عملت لكم انا؟ لك يا الله اسكتوا. لا خلص اتركوني، لك اتركوني يا كلاب، عيب عليكم، اتركوني. اتركوني، ليش هيك عم تعملوا معي؟ شو صار معكم؟ لك اتركوني بقى. قربي يا مسلية، تعي لهون، تعالي لهون، قربي خلص اسكتي. وين بدك تروحي؟ خلينا نتسلى شوي. شو صار لي؟ خلصنا نحكي. مشية يلا تحركي، روحي روحي. لك اتركوني بقى. حرك يلا. ليش انت متضايق؟ منظرك بزعل. ما بصير تكون هيك لسه الحفلة بأولها يا شطور. قوم يلا، ماني فاضي لك. ليش مبين زعلان؟ ما بصير هيك يا حلو، اليوم عنا حفلة وبدنا نضحك، وانت اللي رح تكون التسلاية تبعنا بالحفلة يا حلو. اطلعوا لبرا. صوريهم صوريهم منيح. الكل لبرا. يلا. ما بعرف ليش عم تبكي كأنه مو عاجبك يلي صار. ليش عم تبكوا انتو؟ تعالي تعالي صوريهم، من هاي الجهة بيطلعوا أحلى مو هيك؟ طالعين بتاخدوا العقل. اخديها من هاي الزاوية، بدي شي يتصدق.
قربوا من بعضكم يا حبيباتي يلا. شكلكم خجلانين من بعضكم. قرب لعندها. ماني فاضيلكم. يلا يا روحي انت. قربي لعنده. قرب انت الثاني. ما رح أصب، ما رح أصب، ما رح أصب. أنا رح ضل هادي. يلا ارفع راسك بكر، ارفع راسك. عم قلك ارفع راسك بكر. لك عم قلك ارفع راسك. ما عم تفهم؟ ماني عاجبك. حلو كتير هالحكي. صورتي مو هيك؟ صورن من هون؟ ايه بس تطلع أحلى عالكاميرا يا حلوين. ممكن يكون لسه في أسوأ من هيك، ولازم أتوقع من هدول الناس أي شيء لأنه وحوش. ما في واحد منهم بينحب، ولا واحد فيك تاخده صديق. هنن بشر بس بالمظهر. إذا بكيت أكيد رح يفرحوا. هن المستحيل يكسروني أو حتى يشوفوني عم أبكي، حتى ما يفكروا إنه انتصروا. هلأ عرفت مين هدول ومين بدي واجه. ما رح مرق لهم يلي عملوا فينا.